وحول هذا الموضوع قال المستشار القانوني والمحامي فريد غازي رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان إن البحارة البحرينيين لا يخافون من أهوال البحر ولكن الخوف من السلطات القطرية، وهو الأمر الذي ينعكس على وضع وحياة الصيادين البحرينيين. حقيقة ما كان الواحد يتوقع بأن هذه الأمور تصل إلى هذه الدرجة من السلطات القطرية، ويعني لابد أن السلطات في قطر تنظر بعين من الإنسانية والقانون وكل المبادئ القانونية في تعاملها مع البحارة في مملكة البحرين، نظرا إلى أنهم الطرف الضعيف اللي يسعى وراء الرزق اليومي، فلا يمكن أن يعامل من يسعى إلى الرزق اليومي وهو بكل براءته وبكل سجيته كبحار كصياد أن يعامل بهذه الطريقة اللي يفقد فيها حياته أو يفقد فيها مصدر رزقه أو تصادر أدوات صيده. حقيقة هذا الأمر لم نتوقع أن يصل إلى هذه الدرجة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. لا شك بأنهم طبعا فقد مصدر الرزق أثر على الكثير من العوائل في مملكة البحرين، وبعضهم طبعا يمتهن هذه المهنة الصيد من سنين طويلة، يعني كل حياته يعتمد على البحر. والبحر بيننا وبين دولة قطر حدود شاسعة وكبيرة جدا، فعندما يخرج للاسترزاق وراء اصطياد السمك ويجد هذه المعاملة، فبالتالي لا أمرين، وخصوصا عندما تصادر أدوات الصيد، أما يجلس في البيت ما يشتغل، أما يطلع يشتغل وهو يعني في منتهى الخوف من ما قد يلاقيه من البحر، ليس من أهوال البحر ولكن من السلطات القطرية للأسف الشديد. فبالتالي ينعكس ذلك على حياة، يعني هو البحار وراء أسرة، وراء زوجة، وراء أطفال، وراء بيت، يعني فاتح بيوت في مملكة البحرين ويعيل أيضا أبويه. فبالتالي اجتماعيا ينعكس بشكل مؤثر على حياة الصيادين في مملكة البحرين.